قلنا اول كيس انه شنو بيسوي لنا اد حق النمبر، فنحتاج ناخذ الديتيلز منه، لان ليش وقت اللي بنسوي اد زين بنسوي عن طريق شنو كونستراكتور. هي اسهل طريقة نقدر نسوي له عن طريق كونستراكتور ونضيفه في الاري، تمام؟ وبيكون اكيد بناخذ هالاوبشن، هاي الاوبشن بناخذ هالميثود عشان نخليه في الروستر. ولكن اول شيء شنو بيكون هني، شنو بيصير؟ بنخليه يسوي لنا اد حق ال student، تمام؟ فبنقول له student S1 اختصار أو student 1 خل أفضل عشان ما نتخربط. new student، وهني بيكون الخيارات بنحطها في الكونستراكتور علشان ما ننسى شنو الأشياء اللي في الكونستراكتور. نقدر ناخذ ال title كذي ككوما كومنت هني، نخليه ما حتى فوق، بنحطه فوق الكيس 1 كذي. احنا بنعرف شنو من الأشياء اللي بندخلها وشنو ترتيبهم، بيكون كلش واضح. الحين بنحتاج شنو نخلي له سيستم دوت اوت حق كل ذلين وياخذهم كريد، بعدين بنخليهم، بنقول له سيستم دوت اوت. نقدر نخلي له السطر دايركت انتر، نقدر نخليه في سطر واحد ونخليه في كذا سطر، من كل ساعة ياخذ ريد. انا افضل دائما انه في كل سطر ياخذ معلومة، اما كذي ورا بعض ممكن الواحد ينسى، خاصة اذا في شيء طويل، يعني مثلا الاشياء اللي بداخلها وايد، فاحتمال وايد عود انه ينسى. مثلا هني كم عندنا 6 اشياء تقريبا، فممكن اذا الشاشة غطت على السؤال ينسى، فخلنا نخليه في كل سطر. يقول انتر اول شيء مثلا ID student ID، هاي اول واحد بنخلي له هني شنو long، بيكون يفضل long، بس اعتقد حتى لو انتجر اوكي. خلنا نجرب، نقول انتجر ID equal read dot next I long، نخلي integer. بعدين system dot out enter student first name. تقدروا مثلا هني تخلونا الاثنيناتهم ويا بعض، first name and last name، first and last name كذي في مرة واحدة، هاي اوكي معقول. فبنخلي الاثنين، بنخلي له string first equal read dot next كوما عشان يكون فاصلة ويكون مرة واحدة، last equal semicolon. تمام، هاي نسبة حق اول هاي. بعدين ايميل عندنا انتر، نقول له string كنا نقدر نسوي بعد حركة اختصار إذا تحبون، يعني هني مثلا نخلي فاصلة ايميل بس، وهني من مكان ما نكتب مرة ثانية string، نكتب بس ايميل read dot next. بعدين شنو عندنا؟ عندنا gender وخلاص. فهني بنقول له enter
شوف هني chart شلون بيكون الطريقة اللي بناخذها، فبيقول هني gender بعد read dot next، هني بنقول له dot char at zero، بياخذ أول حرف. حتى لو كتب في ميل كامل أو ميل بياخذ بس أول حرف وخلاص. إذن الحين شنو دلين كامل بنخليهم في وين؟ في الكونستراكتر مالت الستودنت. فبالترتيب عندنا الترتيب اوريدي فوق، فاول شيء اي دي بيكون اي دي، بعدين عندنا فيرست نيم اللي هو الفيرست، بعدين عندنا لاست، ايميل وجندر. تمام، هاي اول واحد خلصناه. والحين شنو بقى؟ نضيفه في الروستر مثل ما تشوفون هني سوينا اوبجكت اوريدي حق روستر، عشان ليش ما يتكنسل وقت اللي اللوب يعني يرجع نفسه، لان اي فاريبل هني نعرفه داخل ذي اول ما يرد اللوب يشتغل بيتعرف على التعريف اللي داخل. تمام، يعني مثلا هني الاي دي اول ما نطلع من اللوب يتكنسل، فاذا دشينا مره ثانيه واخترناه كانه اي دي جديد. تمام، فما نبي يصدنا هالمشكله ويا الروستر، فنقول رستر هاي اوبجكت هاي، فنقول له دوت اد ستودنت ونعطي هاي ستودنت 1. خلاص احنا خلصنا. ممكن نخلي شنو، انا افضل ان شنو ان نخلي له هني اد كورس، اذا نبي نضيف عليه كورس او شيء نقدر نخلي له هني نعطي اوبشن. ومثلا نقدر نخلي مسج هاي كان شنو نوعيته، اعتقد كان بوليان، فالافضل ما دام هاي بوليان نقدر نخليه داخل مسج student at register ونخلي هالكود داخله، عشان شنو يعطينا ترو اور فولت، نقدر نشوف انه هل صار ترو ولا فولت، بيعطينا بنعرف ان نحدد اذا في مشكله بنحدد انه شو اسمه. فهني بنخليه يساوي عشان نعرف انه صار هاي ولا لا. نقدر هني نخلي له اوبشن، ونقدر هالاوبشن يكون برا زين، ولكن منطقيا يعني مثلا خلينا نقول انه ما عندي ولا ستودنت، شلون بخلي اوبشن اد كورس؟ شوي مو منطقي، وممكن احد يستغله ويسوي لي ايرور. فعلشان اشيل الايرور، احتماليات اني اشيل الايرور، بخلي وين؟ بخلي اد كورس داخل ستودنت وداخل سيرش ستودنت زين، وداخل وين؟ داخل جيت لا هاي لا، داخل سيرش ستودنت، وبعد وين؟ داخل find student داخل ذلين. تمام، بخلي هني add course و delete course يكونون هني موجودين، مجرد واقدر اسوي لهم copy كل مرة بيكون ارتب. انه ليش ممكن توني شغلت البرنامج سيدا واحد يروح حق add course error، لانه ما في student ما في هاي شلون وين بخليه، فبيسوي لي error. فبنخلي هني على صيغة السؤال هني ما بيكون ديليت لان هاي طالب جديد، فنقول له do you دي كورس تو اي دي اوريدي عندنا هناك، او نقدر نجيبه من هني، فعلشان ما نعور راسنا بناخذ الاي دي اوريدي اللي دخلها اليوزر، فنقول له اي دي مثلا نقدر نخلي هني ستودنت، وهني سؤال. نقدر نخلي if statement انه اذا قال مثلا yes or no بنحط له خيار انه شنو اختار، يا yes يا no. ف y capital نفس اللي نشوفهم في البرامج
زين خلينا بس نحط هاي تحت عشان يكون واضح. ونحط if statement في حال اختار yes. زين شنو نعطي option انه يضيف الستودنت، في حال no بنخليه شو اسمه يكمل اللوب عادي، انه يرد يطلع من اللوب ويكمل عادي. تمام، فبنقول هني هني بيكون read طبعا string answer خلينا نحدده الى كاركتر احسن علشان شو اسمه chart read dot next dot 0. بعدين شو نقول له؟ نقول له اف ممكن يحط كابيتال ممكن يحط سمول، فخلينا نحط هاي في اعتبارنا انه ممكن في حال حاط لي ذلين، فهني بخلينا نقول اف انسر حط له كوما كومنت اف انسر شنو بيصير؟ بنحط له خيارات الكورس علشان ما نتخربط ونشوف شنو خيارات الكورس. بنروح مرة ثانية، بنروح حق الكونستراكتر مال الكورس ونكتب وناخذ العنوان ماله انه شنو الاشياء اللي ياخذهم في الكورس ونخليه هناك وبس. نحط كوما كومنت. والشيء الحلو هنا عندي انتجار سترينج، فبعرف شنو النوعيه اللي اخلي له وبخلي له سيستم دوت اوت. الافضل مثل ما قلنا انه يكون مقصص انه ما يكون ورا بعض، عشان هاي نقدر الاخر واحد الكريدت والسكشن خليهم ويا بعض، اما الاثنين خلينا نحطهم سيبريت ويصير اثنين اثنين كل على راحتكم. في سطر واحد ما افضل لان الواحد ممكن يتخربط، فخلينا نقول انتر نمبر مفترض يكون كود هني بس يلا مو مشكلة لانهم شكله بيشبكون بعدين اسم الكورس والهاي. تمام هني هاي شنو بيكون؟ بيكون string. فstring لان اذا ما كنا حطينا هالكومنت كان حطيناه انتجر ما عرفنا انه كان string، فهاي فايدة الكومنت. فهني بيقول string course نمبر read dot next بعدين system dot out enter نقدر نحط يساوي او نقطتين، خلى مدام هاي كورس فنغيره شوي نخليه بعد هني بيكون string. على فكرة نقدر هاي بعد بيكون string خلى نحط السكشن والهاي ويا بعض. هني انتجر نكتب اختصار سك، اذا بتكتبوا اختصار كتبوا اشياء واضحة اذا اللي بيقرا الكود مالكم يعرف شنو صاير بالضبط. هني بننادي الكونستر عقب ما اخذينا كل الفيريبل، فبنسوي لنا اوبجكت حق كلاس كورس سمي كورس 1 مثلا ونخلي كل الفيريبل. والشيء الحلو عندنا الترتيب هنا فوق نعرف ان شلون نحطهم. بنقول له اول شيء كورس، اول شيء بيكون كورس نمبر، بعدين كورس نيم، بعدين كريدت، بعدين سكشن. عقب ما اخذين الكورس
نقدر الحين نضيفه في الروستر مالنا. شلون بيكون؟ add course، بنقول له course هالمرة، بنقول له restore. خله بعد نحطه داخل system dot out عشان نشوف انه صار له add او لا. add course to student id. هني بيصيدنا مشكلة لان ال id معرف، لا اعتقد اوكي ان شاء الله. اوكي بنشوف، خلينا نشوف الاي دي هل بيطلع لنا عادي او لا. بتقول يساوي هني كثر سبيس بالاي دي. اوكي عادي، ما عندنا مشكله ويا الاي دي. ف نخلي هني يساوي عشان نشوف هل صار ترو اور فولت، ونخلي الميثود مالنا، خلينا ننزل هاي شوي. بيكون هني رستر دوت ات كورس، بنعطيه اثنين فيريبل، بنعطيه الاوبجكت ونعطيه الاي دي. تمام، فكذي احنا ضفنا للكورس. اوكي ممكن نخليه انه يضيف بعد واحد، فشلون نقدر نخليه؟ انا برايي الافضل انه شو نسوي له، نخلي له اوبشن اذا يبي يضيف او لا. نقدر نخلي لوب داخل لوب ارقام، انا برايي هني الارقام شو نسوي؟ بنضيف عليهم الاد، حتى خلنا نضيف هني اد. ممكن واحد يجي دايركت يبي بس يضيف الكورس، بنحط له اد وديليت، وبنحط له مسجات ان هاي الستودنت مو موجود، هاي بنضبط الموضوع. تمام، هني برنت اول، خلنا نحطه عقب، اعتقد هني بيكون وايد ممتاز. باك سلاش ان، وبعد بنسوي واحد ثاني حق الديليت، وبنحط لهم كيسات علشان ليش نقدر في حالة الهاي نستخدمهم مرة ثانية، ان نخليه يدش اللوب مرة ثانية بدون ما يطلع للأوبشن. وبنغير الأرقام هنا، بنخليه يكون 9، وهني خليه يكون 10، ونضبط هني. زادت الكيسات عندنا 8. تسعة وعشرة، وهني بنقول له 9 وهني 10. تمام، الحين خلنا نشوف انه شلون بنقدر نخلي يضيف مرة ثانية. ممكن نخلي وايل، انا اشوف نحط وايل افضل طريقة في حال انه يبغي يضيف. تمام، لانه بيكون اسهل طريقة يعني انه نخليه يضيف مرة ثانية. فنحط له مسج او دو، حتى نحط له مسج ويتشيك، في حال قال يس انه يكمل من مكان هالاف، بنخلي له ايه مكان يكون يس بنخلي له وايل، وبنسأله داخل اللوب، في حال قال نو بيطلع. من مكان نخلي له هني بنحط له وايل، بيكون اضبط. وهنا بنحط له وايل، وحطينا نفس الشرط، وشنو هني بنحط له مسج، بنقول له اذا تبي تضيف مرة ثانية، اذا قال نو خب خلاص. بنحط له do you want to add another course، بناخذ نفس المسج اللي فوق،
وبناخذ نفس الهاي نحطه تحت هني، بس بنشيل هني chart مال chart، وهني بنقول له do you want to add another. إذا قال no أو حرف ثاني شنو بيصير؟ بيطلع له error. تمام، فهاي هو كنا نقدر نخليه بالدو انه يكون دو، ولكن كنا نقدر نخليه بالدو بس مو مشكلة، خلينا نحطه بالوايل لان ليش هاي تكرر، لو تلاحظون هالسطر صار متكرر، لكن مو مشكلة نبغي هالسطر يكون غير كتابته عن هاي، فا اوكي خلينا نحطه وايل. تمام، فهنسبح حق اول واحد، في حال يبي يضيف يضيف يقدر يضيف، في حال لا بيطلع بطلعه من الهاي، ف بيروح حق الخيار الثاني. خلينا نشيك، بنكتب له واحد انتر ستودنت، خلينا نقول 18، بعدين خلينا نقول علي، خلينا نقول سكشن، هاي ايميل. اوكي تمام، صار له اد هني، بنقول له يس، بنحط الكورس، خلينا نقول وهني خلينا نقول 5، والسكشن خلينا نقول 15، صار ترو انه اوكي. حتى تشوف الاي دي نفسه طلع، خلينا نقول الحين نو ما نبغي. مرة ثانية طلع لي حق المسج اللي فوق، إذا قلت له يس كان كمل على الكود وكمل الهاي. تمام، هاي نسبة حق الاد. فخلنا نروح الحين حق الديليت، وهني نحتاج بعد نضبط السبيس مال هاي. خلنا نشوف يمكن كلهم نزيدهم سبيس عشان يندزون يكونوا بسطر واحد. يعني مثلا نقول لا ما نبغي خلاص يبقى نزبل.